سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا. بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. اذا اولا عيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم العيد من افضل ايامكم ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا كيف نستغل هذه الايام ديال العيد في الاحتفال وكذلك في الاعداد للامتحان الجهوي؟ جوج الامور صعيبة، احتفال السعادة والفرح واللعب والسفر وما إلى ذلك، والمراجعة. أكيد المراجعة تشكل واحد مجموعة من التلاميذ في هذه الأيام هذا وحد الطرف، لأن ملي كتبدا تحتفل وتفرح لا بد أن المراجعة ديال الدروس كتضرب في الراس أنك خصك تراجع. واضح؟ إذا كيفاش نقدروا نوفقوا بين الاحتفال في الأيام ديال العيد والمراجعة؟ هذا هو الهدف من هذا الفيديو، كيفية التوفيق بين الاحتفال والمراجعة الامتحان الجهوي اللي ان شاء الله بعد العيد. الهدف ديالي ان النفسية ديالكم ان شاء الله تكون مرتاحة في العيد باش تحتفلوا وتوجدوا الامتحان الجهوي ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الله يرضى عليكم، الخطة ديال اللي غنشتغلوا بها ان شاء الله في العيد كالتالي: يوم العيد غدا ان شاء الله ما نراجعوا والو، غدا نحتفلوا، غدا نفرحوا، غدا نلعبوا، غدا نزوروا الاحباب، وما ننساوش الاخوان ديالنا في غزة من الدعاء. واضح؟ اذا غدا يوم احتفال، واضح؟ غدا يوم احتفال ان شاء الله تبارك وتعالى. نساو المراجعه، خوي راسكم للقرايه، ما تناقش حتى شي واحد في الموضوع ديال القرايه. غدا السعاده والراحه والاحتفال، واضح؟ ممتاز. ان شاء الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء، يعني ثاني عيد، العيد يوم الاثنين، يوم الثلاثاء صباحا غنفيق بكري وغنبدا المراجعه ديالي. نفيق بكري وغنبدا المراجعه ديالي. اكيد يوم الثلاثاء غتكون الاحتفالات لازالت مستمره، واضح؟ كيجيو العائله وكذا، لكن غنحاول الله يرضى عليك لا بد نهار الثلاث نراجع على الاقل 6 ديال الساعات. اتفقنا شباب؟ على الاقل 6 ديال الساعات يوم الثلاثاء. قسمها 4 مثلا في الصباح، ولا 2 في الصباح، ولا 2 في منتصف النهار، ولا 2 في المساء، ولا المهم مستمره. المهم يوم الثلاثاء تراجع 6 ديال السوايع على الاقل، واضح؟ يوم الاربعاء ثالث عيد 8 ديال السوايع ديال المراجعه، واضح؟ اذا هكا ان شاء الله باش تبدا ترجع للمراجعه ديالك، باش ان شاء الله تبارك وتعالى الاحتفال يستمر، واضح؟ لانك مجرد الى ما قدرتيش تراجع يوم الثلاثاء غادي تضيع لك الايام اللي بعدها. فلهذا غادا نحاولوا ان شاء الله نصبروا ونضغطوا على النفس ديالنا ونقاوموا على اساس اننا نبداو المراجعه يوم الثلاثاء 6 ديال السوايع، يوم الاربعاء 8 ديال السوايع على الاقل، وهكا غنبداو نرفعوا في عدد ديال الساعات وفي العدد ديال الوقت ديال المراجعه، واضح؟ على اساس يوم الخميس ان شاء الله نكونوا استأنفنا المراجعه ديالنا وبدات بالنسبه اللي قدروا يرجعوا يقراو، يعني وضغطوا عليهم الاداره ديالهم انهم يرجعوا يقراو يوم الخميس فيرجعوا، واضح؟ اللي كان ما غاديش يرجعوا خصهم يوم الخميس على الاقل كذلك تبدا المراجعه ديال بصح 10 ديال السوايع يوم الخميس، ونبقاو مستمرين بها ان شاء الله حتى قبالة يوم الامتحان، واضح؟ إذا هذه هي الخطة. إذا يوم العيد نحتفلوا، يوم الثلاثاء 6 ديال السوايع على الأقل، يوم الثلاثاء 8 ديال السوايع، يوم الخميس 10 ديال السوايع على الأقل. أقول لك هذا الكلام لأنني باغيك أنك إن شاء الله يوم الامتحان تمشي وتدوز مزيان، وإن شاء الله تخرج فرحان باش الفرحة العيد تستمر معك، وإلا راه ممكن غتفرح ديك 3 أيام وأكثر، ولكن نهار الامتحان غادي تخرج مقلق وتستمر العطلة كلها يعني بدون فرح، واضح؟ فنريد إن شاء الله الشباب ديالنا يكون دائما فرحان، دائما سعيد، دائما المستوى العلمي ديالو جيد، دائما المستوى الأخلاقي ديالو ممتاز، دائما يكون في أحسن الظروف. لهذا طبقوا هادشي اللي قلت لكم الله يرضى عليكم، وشاركوا مع الأصدقاء ديالكم حتى يستفيد الجميع. وأكيد راه في القناة ديالكم كاينة كل ما تحتاجون من أجل إن شاء الله تبارك وتعالى التفوق والتميز ان شاء الله في الامتحان الجهوي. ابتداء من الملخص لجميع المواد اللي كتشاهدوا امامكم، هو تبارك الله وصل 97000
مشاهدة قبل أسبوعين، واضح. وكذلك الجهويات لمختلف المواد، جهوي اللغة العربية، الرياضيات، جهوي الفيزياء، التربية الإسلامية، الرياضيات اس في تي، جميع المواد كاينه تبارك الله. ما عليكم الا الدخول والاستفاده. كاين البي دي اف، كاين الملخصات، كاين كل شيء. خصكم هي تخدموا ان شاء الله، مهيئ لكم الامور. اذا استافدوا وشاركوا الاستفاده مع الاصدقاء ديالكم. ومجددا عيدكم مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. واعيد واكرر، ما تنساوش الاخوان ديالكم في غزه من الدعاء، فرب الدعاء ديالنا ان شاء الله غينتصروا على العدو ديالنا وديالهم، واضح. اذا الدعاء مع الاخوان ديالنا في غزه، الله يرضى عليكم دائما في كل صلاه، وحافظوا على الصلاه ديالكم في الوقت ديالها، الله يرضى عليكم. لان الانسان علاش كنتقاتلوا معاكم دابا في هذه القناه؟ باش تكونوا ان شاء الله شباب صالح، والشباب الصالح هو اللي تيكون محافظ على الصلاه ديالو، هو اللي كينفع المجتمع ديالو، كينفع الامه ديالو، واضح. جيد. اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.